بعد 7 سنوات من انطلاق الثورة، كان النظام الخليفي يراهن على القضاء على الثورة في العام الأول، حيث استدعى قوات درع الجزيرة واستدعى الخبرات الأمريكية والبريطانية الأمنية من أجل القضاء على الثورة، وكان يراهن أنه بعد عام من انطلاق الثورة أن هذه الثورة تنتهي، بل ليس عام واحد، كان يعتقد أنه خلال 3 أشهر سوف يقضي على الثورة. لذلك هو أعلن ما سماه قانون السلامة الوطنية اللي هو قانون الطوارئ، وأباح للجيش ولقواته الأمنية أن يفعلوا ما يشاءون من أجل فرض هيبة السلطة واستخدام كل أدوات العنف من أجل أن يفرضوا إرادة السلطة على أبناء الشعب البحريني. انتهت 3 أشهر وانتهى العام الأول وانتهى العام الثاني، الآن نحن في عامنا السابع. تدخلت قوات وخبرات أمريكية وبريطانية وأردنية وعراقية وجيش الإمارات والجيش السعودي، وكل ذلك لحد اليوم لم يستطيعوا أن يخمدوا الثورة. اليوم لدينا حوالي 5000 معتقل سياسي في سجون البحرين، ولدينا مئات الشهداء ومئات المهجرين، ولكن لا زال الشارع يتحرك، ولا زالت المطالب التي انطلقت في بداية 2011 إلى اليوم مستمرة. لذلك أعتقد مجرد هذا الصمود لمدة 7 سنوات، رغم القمع الشديد، رغم استخدام السلطة لكل أساليب القمع والإرهاب والديكتاتورية، إلا أنه لا زال الشارع يتحرك بنفس المطالب، بنفس الهتافات، بنفس الشعارات. هذا يعني نصر كبير وتحقيق إنجاز كبير جدا. أنتم تعرفون أن البحرين هي جزيرة صغيرة جدا، والسيطرة الأمنية عليها ممكن وسهل لكل جهاز أمني استخباراتي، ولكن مع وجود هذا الأمر بفضل الأطروحة التي طرحها أستاذ عبد الوهاب حسين في بداية الثورة، وهي نظرية اللامركزية في القرار. لو كانت الحركة في البحرين والثورة في البحرين تتحرك وفق نظرية المركزية لنجح النظام على القضاء على الثورة، ولكن وفق النظرية التي خطط لها الأستاذ عبد الوهاب حسين وطرحها للشارع بأن حركة اللامركزية، بمعنى أن لا يكون هناك قائد يحدد المسار أو جهة أو حزب هي التي تحدد مسار الحركة، وإنما يترك الخيارات لأبناء الشعب البحريني، كل مجموعة يمكن أن تقرر على آلية تتحرك من خلالها وتقرر آلية عمل واحتجاج معينة من أجل استمرارية الحركة. هذا الأمر ولد لدينا قيادات ميدانية كبيرة، وولد لدينا جيل مبدع ينوع أساليب الاحتجاج، وهذا الذي حفظ الثورة لمدة 7 سنوات. في الحقيقة كأهداف سياسية لم يتحقق شيء، نحن لازلنا في الثورة، لم تنتهي الثورة، لا زال الحراك مستمر، لا زالت المطالب مستمرة. كأهداف سياسية لم يتحقق شيء، السلطة استنزفت والشعب استنزف، الآن هناك استنزاف من الطرفين. لا يمكن أن نغفل عن الألم الذي يتألمه السلطة. نعم هناك ألم وهناك جراح غائرة لدى أبناء الشعب البحريني، ولكن في المقابل هناك انتكاسة اقتصادية لدى السلطة، هناك هلع وخوف لدى السلطة، وهناك قلق لدى السلطة. السلطة اليوم تراهن خلال 4 سنوات لرئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية أنها تقضي على الثورة، باعتبار أن الرئيس دونالد ترامب أعطى عهودا ووعودا إلى السلطات الخليفية في البحرين بأن العلاقة مع حكومة البحرين لن تلقى تشنجا ولن تلقى تصدعا فترة رئاسته ما دامت السعودية تعطيه الأموال. لذلك هم يحاولون أن يحسموا القضايا في البحرين بالحل الأمني وبالإجراءات الأمنية. لذلك بعد اللقاء الذي جمع دونالد ترامب مع الرؤساء العرب في جدة، بعده بيوم واحد هجموا على الاعتصام أمام منزل سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، وتوالت الحملة الأمنية الشرسة تجاه أبناء الشعب البحريني من أجل حسم الأمور أمنيا. لكن أعتقد أن
هذا الأمر لن يتحقق، و يعني لن تستطيع السلطة القضاء على الحراك الشعبي. وهذا الأمر دفع في اتجاه أنه يكون هناك خلل اقتصادي كبير جدا لدى السلطات الخليفية. اليوم عشرات التقارير التي صدرت تنبئ بأن قد يكون هناك انهيار اقتصادي في البحرين ما لم يكون هناك إصلاحات حقيقية وإجراء إصلاحات حقيقية في البحرين وتهدئة الوضع السياسي والمشكلة السياسية في البحرين. أيضا داعمي النظام بالمال بدأوا يتقلصون، لأن مجرد هذا الاستعداد والاستنفار الأمني يستنفذ أموالا كبيرة جدا في البحرين. لذلك في السابق كانت قطر من ضمن الداعمين ماليا إلى حكومة البحرين، بعد الخلاف الآن توقف الدعم القطري. في السابق كان هناك دعم أمريكي مالي، الآن أمريكا مع هذا الرئيس الجديد هو يأخذ أموال لا يعطي أموال. كان هناك دعم مالي من السعودية إلى البحرين، الآن هذا تقلص بشكل كبير جدا بسبب الأزمة التي تعاني منها السعودية في داخل السعودية. اليوم الداعم الوحيد الذي يمول السلطات الخليفية هي الإمارات. وأيضا نحن نعتقد أن إذا طالت الثورة هذا الدعم لن يبقى دائما ومستمرا، لذلك السلطة تعاني من أزمة حقيقية. لأول مرة نجد ملك يذهب من بلد إلى بلد يستجدي الأموال. الآن هذا الذي يسمي نفسه ملكا حمد بن عيسى الخليفة هو يتجول من بلد إلى بلد من دول الخليج فقط يستجدي الأموال والمساعدات المالية من أجل أن يبقى مستطيع أن يبقى على كرسيه. أنت تعلم بأن الشرطة في البحرين والجيش في البحرين هم مرتزقة، جاءوا من الخارج من باكستان ومن اليمن ومن الأردن ومن سوريا، جاءوا من أجل المال. حينما يتوقف المدد المالي فإن كل هؤلاء سيعودون إلى بلدانهم، فهذا نقطة قوة تعطي الشعب أملا في أن الصبر والاستمرار والاستقامة والثبات قد يضعف النظام. والآن نجد ملامحه ومظاهره حيث استبدلت المرتزقة عدة مرات، كان هناك الأردنيين بعد ذلك استجلبوا اليمنيين لأنهم أقل كلفة، بعد ذلك استجلبوا الباكستانيين لأنهم أقل كلفة. كل مرة يتم تغيير المرتزقة الذين يجلبونهم لتقليل الكلفة على السلطة. نحن لم ندعو للثورة المسلحة وإنما دعونا للمقاومة. فرق بين الدعوة للثورة المسلحة بأن تتحول الثورة بأكملها إلى ثورة مسلحة وننهي الحراك الشعبي، وبين أن يكون هناك مقاومة بجنب الحراك الشعبي. لذلك نحن استخدمنا عبارة قبضة في الميدان وقبضة على الزناد. قبضة في الميدان وهي الحراك الشعبي، الحراك الشعبي يجب أن يستمر وأن يبقى التظاهرات، بل نحن ممن يدير ويدعو للتظاهرات السلمية والاحتجاجات الشعبية إلى يومنا هذا. هناك حراك شعبي نحن نحركه في الساحة ونديره ونتابعه في البحرين ونشجع عليه في الساحة البحرينية. إذن نحن لم نلغي الحراك الشعبي، هذا أولا. ثانيا نحن لم ندعو إلى حمل السلاح وتحويل الثورة كلها إلى ثورة مسلحة، بل دعونا إلى مقاومة. المقصود من المقاومة هو توجيه ضربات نوعية إلى السلطة من أجل إضعافها، وهذا ما حصل ويحصل وسيحصل في المستقبل. أنت تسألني عن إمكانية هذا الأمر، أنا أقول لك هو حصل ويحصل في البحرين اليوم. مسألة إمكانية الأمر، أصل القرار، لماذا نحن اتجهنا إلى خيار المقاومة؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح. في البحرين بعد 6 سنوات، الآن نحن ندخل على السنة الثامنة، أنهينا السنة السابعة وندخل السنة الثامنة. بعد 6 سنوات النظام استخدم فيه كل أساليب القمع السياسي والأمني والاقتصادي والتعليمي، ولم يبقي لا مجالا للعمل الديني ولا العمل السياسي ولا العمل الحقوقي ولا العمل الإعلامي، كل هذه الأبواب أغلقها. لذلك اليوم وأنا أتكلم معك
لا يوجد جمعية سياسية يمكنها أن تقيم فعالية سياسية في البحرين. كل الجمعيات السياسية الرسمية وغير الرسمية اليوم مغلقة، كل رؤساء الجمعيات السياسية الآن هم في السجون. سواء كانت الجمعيات السياسية الرسمية التي تطالب بالحوار وتطالب بالإصلاح والتغيير البسيط والجزئي، أو تلك الجمعيات والحركات التي تطالب بإسقاط النظام. إذن أفق الحل السياسي اليوم أغلق بشكل كامل. أيضا مجال حقوق الإنسان، كما تعرفون لدينا في البحرين حركة نشطة جدا في مجال حقوق الإنسان. اليوم كل نشطاء حقوق الإنسان في الداخل البحريني إما في السجن أو أخرجوا خارج البحرين. في الحقيقة نحن في تيار الوفاء الإسلامي نرفض الحوار مع السلطة، وقد عرض الحوار معنا في بداية الثورة. كان موقفنا موقف مبدئي بأنه نحن نرفض الحوار مع السلطة الخليفية، بمعنى أن نقدم تنازلات. فكيف بعد 7 سنوات من الاستنزاف، من عدد الشهداء، من الانتهاكات الفظيعة التي وصلت إلى حد التجاوزات الأخلاقية والإعدامات ومحاصرة سماحة الشيخ إيسى أحمد قاسم وهدم المساجد وحرق القرآن؟ النظام الخليفي تمادى في طغيانه وفي غيه بشكل لم يعطي مجالا إلى أن نقبل التعايش معه في المرات السابقة أو في السنوات القادمة. لذلك نحن في تيار الوفاء الإسلامي لدينا قرار بأننا لا ندخل في تفاوض مع السلطات الخليفية، وهذا قرارنا. نعم، إذا الشعب أراد أن يتفاوض مع السلطات الخليفة ووصل إلى تسوية، نحن لن نقف في وجه أبناء الشعب البحريني، ولكن نحن كجهة سياسية نعتقد أن أفق الحوار وأن زمن الحوار مع النظام الخليفي انتهى، لذلك لابد أن يرحل آل خليفة. نحن مصرون على رحيل آل خليفة من سدة الحكم، ولذلك نحن طرحنا مشروع الجمهورية. أستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع، تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق الحريات والديمقراطية وحركة أحرار البحرين، في بداية الثورة طرحوا مشروعهم وهو مشروع الجمهورية، بأن يكون هناك انتخابات حرة نزيهة. اليوم نعم، إذا كان هناك المقصود من الحوار أنه طريقة للخروج مما نحن فيه، نحن نقترح بأن يكون هناك استفتاء شعبي على بقاء الخليفة، ونحن واثقون أن الشعب البحريني سيرفض بقاء الخليفة. أما أن نتحاور مع آل خليفة للوصول إلى حلول وسطى، فنحن في تيار الوفاء الإسلامي لن نشارك في أي حوار يكون مع سلطة آل خليفة. نحن نعتقد أن المجتمع الدولي خصوصا دول الغرب لديها منافع كبيرة مع دول الخليج وعلى وجه الخصوص المملكة السعودية. لذلك المصالح التي تربط المملكة السعودية مع دول الغرب، قضية البترول والنفط والصفقات التجارية وصفقات الأسلحة، جعل كثير من الدول الغربية تتغاضى عن جرائم النظام السعودي في اليمن وفي بلاد الحرمين وفي البحرين. والبحرين تعتبر جزء من السعودية، لذلك هناك تغاضي كبير على المستوى الرسمي للجرائم والانتهاكات والمطالب السياسية لأبناء الشعب البحريني. نعم، هناك عمل وتعاطي من قبل منظمات حقوق الإنسان ومن قبل منظمات المجتمع المدني مع القضية البحرينية، وتعرفون أن أكثر قضية لاقت دعما وإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان هي القضية البحرينية. هناك حراك كبير في مجال حقوق الإنسان، وتقريبا أكثر دولة لاقت بعد الكيان الصهيوني اللقيط لاقت إدانات ولاقت شجب ولاقت كذا اعتراض هي البحرين. أنا أعتقد أن اليوم الشعب البحريني أقوى مما مضى، والدليل على ذلك ليس ما أقوله، بل الدليل على ذلك التقارير التي تكتبها الولايات المتحدة الأمريكية. قبل عدة أيام صدر تقرير من بعض الباحثين في الاستخبارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذكروا أن هناك خوف وقلق كبير من الجيل
الرابع، يقولون نحن الآن في الجيل الثالث للثورة، والقلق والخوف هو من الجيل الرابع. الجيل الرابع يقول هذا الجيل الثالث الآن وصل إلى مستويات عالية جدا من التقنية والحرفية في المقاومة، ولم تستطع السلطات خلال 7 سنوات أن تقضي على الحراك الشعبي، ولكن هناك قلق من الجيل الرابع، لأن الجيل الرابع ممكن أن يطور هذه التجربة، وهم قلقهم بأن الجيل الرابع سوف يوجه ضربات قوية إلى السلطات الخليفية وللمصالح الأمريكية في البحرين، ويخافون من انتقال التجربة البحرينية إلى بلاد الحرمين والحجاز والمملكة السعودية. لذلك أنا أعتقد أننا لنقرأ العدو بشكل جيد، ولنقرأ كيف ينظر العدو إلينا. نحن إذا نظرنا إلى أنفسنا واستغرقنا في الجراح التي تملأنا يمكن أن نصاب باليأس، ولكن حينما نقرأ كيف يقرأنا العدو، هذا الصراخ الذي أعلنه وزير الخارجية البحريني في مصر في المؤتمر والقمة المستعجلة التي دعت إليها السعودية، كل هذا الأمر، المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير داخلية آل خليفة أيضا، كل هذا أعتقد أنه ينبئ عن ألم كبير وخوف وقلق وهلع من قبل الخليفيين من المستقبل، وهم يعلمون أن المقاومة في البحرين اليوم ليست كالسابق. اليوم شاء من شاء وأبى من أبى، المقاومة البحرين جزء من محور المقاومة، لذلك كل انتصار يكون في فلسطين أو يكون في لبنان أو يكون في سوريا أو في العراق أو في اليمن له انعكاساته المباشرة على البحرين، لذلك أيضا كل إنجاز يكون في البحرين سيكون له انعكاساته المباشرة على محور المقاومة. اليوم بعد 7 سنوات الأمر الإيجابي والذي استطاعت المعارضة أن تفعله أنها أصبحت جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، كما أن الخليفيون لا يخجلون في انتمائهم إلى محور قوى الاستكبار. اليوم الخليفيين يرتمون بشكل واضح في أحضان الأمريكان، بل هم السباقون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني اليوم حكام البحرين هم الذين يتسابقون إلى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني لينتموا ويعلنوا انتمائهم إلى محور الاستكبار. لماذا نحن نخجل ونتردد في إعلان موقفنا بأننا ننتمي إلى محور المقاومة، وأن كل انتصار سواء كان في فلسطين أو في جنوب لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن هو انتصار لنا؟ وأيضا أنا أعتقد أن المستقبل القادم سيكون انتصار البحرين رافعا إلى محور المقاومة في جميع هذه البلدان.